نعم. قال بالنسبة للأيتام بيشيلوا إعاشة ومراتب شهري إلى آخره من الجماعات والجمعيات الحزبية عموما ومن أهل البدع نوسع عموما يعني أيا كانوا ما بيجوز ما يجوز، لأنه يا جماعة أنت لو أخذت منهم زي ما قالوا النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، فلو أخذت منهم بعد شوية تكون واحد منهم، وإذا ما بقيت واحد منهم أقل ضرر بالحقك ما حترضى الكلام فيهم ولو كان بالحق، يعني ترد الحق الذي هو من الكتاب والسنة من أجل اللقمتين بتاعت كسرة كان بيدوك اليوم، وده الحاصل الليلة. أنت قاعد مش الأيتام، وبعدين جواكيم كبار أيتام شنو وجواكيم كبار دكتور فلان وعلان بياكلوا ايوه في غرفان بتجي بعيد البتاع، والرمضان بيجي بيجيب شيخ شيخ تليع يجي يجامل في الحق ويتمسح في عبد الحي. ليه؟ لانه في رمضان بيرفع عليه شوال سكر واثنين كيلو طحنيه وجركان الزيت، يجي يعمل ليه غلغله ويحارب دعاة التوحيد، وبعدين يمشوا حرشوا عليك البواليس كمان شوال سكر بس كيسين دقوة يبليك البواليس، خلي الأيتام دي المعصغار فينا جواكيم كبار وبعدين خريجين المدينة كمان بل أغلبهم ذاته اللي عاملين لنا مشاكل ديل جاي من غادي دكتوراه 20 سنة بحضر حضرك حضرك حضرك، يجي هنا شوال سكر يلخبط له برنامجه والدكتوراه كلها تلخبط شوال سكر بس واثنين كيلو طحنية ثلاثة بتاع زيت، ده الحاصل والله ولو جيته لسميته، لكن لكن زادوا يسموا منو يخلوا منو الشغله دي كثيره لو احنا شلنا زمان ونحن زادنا. المهم الشغله دي معروفه يعني ما بتحتاج لفلان ولا علان، هو ده الاصل. الايتام ديل هو اللي بيجيهم ذاته قليل، ده الفتفات بس اللي بيجي الايتام ديل ده ان جاهم ذاته ده الفتفات. المهم يا جماعه زول ما يبيع دينه كان صغير ولا كبير، ما يبيع دينه من اجل لعاعه بتاع الدنيا يا جماعه، زول حافظ على منهجه يحافظ على دينه. هي الجماعات دي خلي الاشخاص الشيوخ اللي قلتهم لك دين، الجماعات الكبيره دي بلعوها ناس جماعه كامله بيبلعها زول واحد كلب دول حيده ما بلع جماعات، جماعه كامله بلعها من اجل بتاعت الشهر دي ذاته جماعه كامله. يا اخي انا لما رديت على عبد الحي يوسف الكتاب بتاعي طلعته صغير ذاك، واحد من شيوخ انصار السنه الكبار عرفتها بتاع المركب من المركز العام خلاص، قال لي والله كتابك ذا وقف لي مرتب شهري كان بيجي للمعهد بتاعي ما اقدر اسمي، قال وقف لي مرتب كان بيجي للمعهد بتاعي والله قال لي كده. انا في الاول قالوا بيهزر لانه كنت معاه وبقيت اضحك، قلت له جيت المره الثانيه ثاني قال لي، ففهمت الحاصل. فناس ناس يعني مرتزقه بطريقه عجيبه خلاص، وأريتهم لو أكلوا لبدوا الزول بياكل ويسمن عشان يجي يضيع الدين. لاحظت الحتة دي؟ دي أسوأ من الدركة الأولى، دي دركة أسوأ وحطة من الدركة الأولى، زول ياكل عشان يحارب الدين ويحارب الحاجة اللي كان بيدعو له. ما مذكرين ذاك اللي كان بيقول لنا لا تجلس في مجلس جلس فيه مبتدئ وقال السلف، ما مذكرينه؟ بس أول طيارة مرقة في الكويت أول طيارة جا كذب قال دي الحكومة الكويتية، بعد شوية جابوا رئيس التراث طفشوا به ونيالة هذا ده الحكومة برضو داري كذب، بعد شوية جابهم في الدرس بتاع مسجد هناك البخاري صحيح البخاري شرح صحيح البخاري جابهم في الدرس أهل البدع ذاتهم، كل الناس شافوه كل الناس شافوه موضوع انتهى. ليه؟ من أجل هذه الدنيا الفانية يا جماعة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم بتاكلوا والله كلكم اللي قاعدين والله كلكم تاكلوا كلكم الله بياكلكم، هسي ماكلين ولا ما ماكلين؟ ماكلين يا اخي، الماكل كسرى ولك الجذات، في النهايه الشبع شبعوا الاثنين شبعوا، وممكن يكون بتاع الكسرى اقوى من بتاع الجذات، صح ولا ما صح؟ فكلنا ماكلين الحمد لله الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر اخشى عليكم صحيح البخاري، ولكني اخشى عليكم الدنيا ان تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم، ودلل الاهلك جماعات الدنيا. انت قالوا ما عارفين الحق، والله الناس اللي عارفين الحق معرفه قويه جدا،
ورونا كثير من الحق، والحق اللي ورونا له كله خالفه. هذه دل عذورهم شنو ده يا جماعه؟ والحزبين دل التبع تحت دل التبع اللي بيجي يدافع يقول لك هذه الجماعه المباركه، ده انت داير ادله اكثر من الحصل في الواقع شنو؟ ناس مشوا مع الصوفيه، قالوا الصوفيه علمونا حب الرسول، الجيل ذاك بتاع طابت هلك، الله اهلكه، ربنا اهلكه من السماء، وارتحنا منه وارتاحت منه الدواب والبلاد والاشجار، ديل طبشوا مشوا عزوا وقالوا هكذا فليكن الاخاء والا فلا، برضو ديل التحت ديل التحت ديل برضو قاعدين برضو قاعدين مشوا عشوا مع الكباشي الذي يزعم انه يقول لشيء كن فيكون، التحت ديل برضو قاعدين جوا لسه، طبشوا مشوا بطروا مع الصايم ديما ولا كان غدا ما بعرفه ولا ما هو في مبده، برضو قاعدين ديل، سالوا رئيسهم رئيسهم فوق عن التصوف، قال التصوف مجموعه من السلوك الفاضله، مجموعه من السلوك والاخلاق الفاضله، وهو موجود داخل القران ذاته، برضو التحت ديل قاعدين، انا ما عارف دايرين شنو، شيخه نائب الرئيس جابوا لابس اخضر شال في التلفزيون وسالوه عن الصوفيه، قال الصوفيه كتابهم القران، نحن القران، هم السنه ونحن السنه، هم بيقبلوا الكعبه ونحن بنقبل الكعبه، هم رسول محمد نحن رسولنا محمد، وبالله التوفيق، برضو قاعدين تعدل برضو وبيدافع، يجي يدافع ممكن يضاربك بالمناسبه، ده مرض ولا ما مرض؟ يا ناس الموضوع ده بقى اوضح والله، اوضح من الشمس اللي بتطلع بكره، واضحه واضحه، لكن المرتب اللي بيجي للايتام ده المشكله.